بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الذي يتكلم محمد خونه الهيدالة، الرئيس السابق للجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذو النهارات التاليين سمعت ياسر من وكالات ما هي طائبة حتى، موجهة للمترشح محمد القزواني. وبذيك المناسبة نختار نقول لأهل الساحل وأهل الصحراء وأهل زواد، أني أنا بعد اللي نعرف من محمد، من اتجاه محمد القزواني، أنه ما هو لا يعود دون ذاك اتجاه اللي كان مقبول، ذاك اتجاه اللي كانت قابلها لهم الأنظمة السابقة من عند محمد عبد العزيز الالهيه. وإذا نختار نقولهم عنهم لا يقلطهم حد في اتجاه محمد القزواني، وطالب منهم أنهم يتموا على اتجاههم اللي كانوا عليه سابق الخطاب اللي خلق في كي هيدي يموذ. والسلام عليكم.